من هنا خلينا نبدأ هذه السنة من مبدأ القبول والتسامح. كل اللي فات في عام 2018 انسوا بكل مساوئه، بكل يعني مشاكله، ولا تخلوه يأثر عليكم من هذه اللحظة. فكروا في اليوم وبكرة والسنة هذه ايش حتعملوا فيها، وايش الانجازات اللي حتسووها، والمستقبل حقكم كيف حيكون شكله بعد كمان 10 سنين من الآن مثلا. كثير سمعنا وبنسمع أراء الناس فينا، سواء يعني إيجابية أو سلبية. لو إيجابية شكرا ونحسن فيها أكثر، ولو سلبية نقول لهم طز فيكم، لا تخلوا كلام الناس يأثر عليكم، سووا اللي أنتوا تبغوه واللي أنتوا يعني تحبوه والشيء اللي يسعدكم، بس هذا هو الشخص الوحيد اللي حيسعدك هو أنت، فما في أحد راح يسعدك إلا أنت تسعد نفسك أو تتعس نفسك. فأسعد نفسك، حاول أن تسعد نفسك ولا تقارن نفسك بأحد. كل واحد عنده مشاكله، فاهتم أنت بمشاكلك ولاقي لها حلول وأخرج منها، ولا تفكر كثير في الأجوبة. كل واحد عنده أسئلة من هنا قد الجبل مو لاقي لها أجوبة، خليها على الله خلاص. يعني إيش تبغى تنقذ العالم؟ لا تحاول تنقذ العالم، أنقذ نفسك بس على الأقل. يعني عبارة عجبتني، يقول نريد من ربنا أشياء ما نعرف فيها الخير ولا ما فيها الخير، وربنا يريد لنا أشياء وهي اللي فيها كل الخير. فالخير كل الخير إن شاء الله يجيكم ويجينا ويعم الحب والسلام في العام هذا والأعوام القادمة إن شاء الله، وكل سنة وإنتوا طيبين.